الو، عاملة ايه؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. انا عارف ان انت زهقانة، وكمان التلفزيون عندك مش شغال. حتى لو شغال يعني ما كنتش هفتحه. هو انت قابلت وليد؟ ايوه قابلته، بس قولي لي الاول مال صوتك. عادي يعني، اكيد اللي بيحصل لي ده مش هبقى مبسوطة. بعدين فجأة كده الدنيا فضت من حواليا. معلش انا عارف ان الموجة عالية عليكي، بس احنا مش هنطاطي، وبأمر الله انا عندي الموجة دي. متشغلش بالك، صحيح انت فكرتني، كنت عايزة ابعت اللوكيشن لنادين عشان تجيلي. انت بتقولي ايه؟ انت قلت لنادين انت فين؟ هو انت بزعلي ليه؟ هو اللي بزعل ايه؟ هو احنا مش اتفقنا محدش يعرف انت فين؟ نادين بس يعني نادين دي انا ما برتاحلهاش، وقلت لك 1000 مرة، مش دي اللي كان عارف اخوك على مراته؟ يعني عرق الندالة فيها، أعمل لها انا بتاع ايه؟ طب ممكن تبطل زعيق لو سمحت؟ يا غزل انا خايف عليكي ولازم تسمعي كلامي. على العموم انا كده كده نسيت ان انا ابعت لها اللوكيشن. ومش هتبعتيه لحد ما اتاكد ان صاحبتك دي امان. كلامي واضح ولا الفهم بعافيه؟ لا بعافيه. على الله حكايتك. ماشي، باي باي. رفعت، شلت اليافطه؟ شلتها طبعا يا باشا، انا ما اقدرش على زعل سعادتك. اليافطه دي كانت منظر بس لزوم البرستيج، زي ما قلت لحسام بيه كده. الله، يعني انت مش شغال بتاع امن وحراسات والجو ده؟ اعوذ بالله يا باشا، انا زي ما تقول كده اهو كوميسيون بيه، مطربين، رقصات، جردات، مين ده يعني؟ معقولة؟ معقولة رفعت الدهب يشتغل الشغلانة دي؟ أنا عارف طبيعة شغلك كويس، بس دي هتبقى مشكلتي بعدين مش دلوقتي. خلينا دلوقتي في الخديوي. الخناقة بينكوا على إيه؟ ما بنستلطفش بعض يا باشا. لله في لله كده. إنما خناقة مفيش خناقة، أنا ماليش في الخناقات. بيني وبينك هو دمه تقيل قوي. شكلك كده أجدع منه. رقبتي. تشرب شاي؟ شوية عصير نص ضربة. أنا الشاي كان هيبقى على حسابي، لكن اللي أنت طالبه ده على حسابك أنت. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.